مشاهير التنس في العالم الكل يخدموا على البيرسونال براندنج نتاعهم. كان بنت بلادي أنس جابر، سيرينا ويليامز وحانوت الصياغة اللي عندها، أسطورة رافائيل نادال والثور الهيج نتاعو، فينوس ويليامز وحانوت البش 11. النوعية هذه نتاع البراندينج ياسر مهمة لجوارات التنس باش ما يطفيوش تحت الماركات الكبار اللي قاعدة تسبونسوري فيهم كيما أديداس، نايك وإلا لوتو. هذاك علاش لقوات جوارات التنس يخدموا دو فونكسيون برينسيبالمون، الاولى يعبروا على شخصيه الجوار والثانيه يزرعوا فكره في مخ لادفيرسير. دونك لازمهم يكونوا لوغوات واضحين ومخدومين برشا ذكاء. دونك قعدت نلوش شنو هي لومو ماجيك اللي نجم نبني عليه البراند أنس جابر. يا اخي في صافي رجعت لفكره اللي الدوله التونسيه ماهيش تشجع في الرياضات الفرديه مش كيما الرياضات الجماعيه. دونك لهنا نحكيوا على شامبيون خلقت روحها بروحها، نحكيوا على شخصيه قويه ما تخافش وتصدم، نحكيو على المراه الحربيه. دونك بنيت اللوجو باش يقول أنس جابر ما هيش قاعده تلعب، أنس جابر قاعده تحارب. The Warrior Queen. خمسمية بارتاج للفيديو هذايا، نكمل البراندينج كامل.